نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، ففتح به اعين العمياء واذان الصم كل الكفر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، لقد من الله علينا باعظم نعمه حين انزل لنا هذا الكتاب العظيم خالد، الذي جمع الله لنا فيه كل شيء. قال تعالى: ما فرغنا في الكتاب من شيء. شيء نكرة في سنة نفي تعظم، أي شيء يسمى شيء. ما فرط الله فيه، بل لم يكتفي بذكره بل فصله. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجاءت تفصيلاته كلها للتحدي، فكانت في قمة الإحكام وقمة البيان. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم. وقال تعالى: أنزلنا على الكتاب تبيانا، لم يقل بيانا، قال تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وتبيان غير بيان، لم يقل بيانا، قال تبيانا. تبيان فيها حرف زائد وفيها معنى أيضا زائد، فالشيء البين ما كان بين في ذاته، الذي يتبين ما كان بينا ومبينا ومبينا. ولذلك جاءت اوصاف آيات القرآن بهذه المعاني الثلاثة: مرة قال آيات بينات، مرة قال آيات مبينات، مرة قال آيات مبينات. فجاءت كل آيات على هذا النحو: بينة مبينة مبينة، يعني موجهة لمن لا يفهم حتى يفهم باختصار شديد. القرآن يحتاج لكي نعرف ما فيه لابد أولا من دراسة، ثانيا من معايشة، تطبيق القرآن في الواقع هو الغاية. ما نزل الوحي لمجرد التلاوة، كثير من الناس جعل كل حظه من كتاب ربه التلاوة، وهذا أمر وإن دعا الشارع إليه لكنه ذم قصرهم بالعباد عليه. رب العباد أمر بالتلاوة، قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وهو له كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن، وقد ورد القرآن ترتيلا، وقد فقرت تيسر منه. ومع أمره بالتلاوة والترتيل إلا أنه ذم كل من جعل غاية حظه القرآن التلاوة فقط. فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيه معنى أماني؟ تلاوة. الله يفتح عليك. فقوله إلا أماني أي جعلوا غاية حظهم الوحي مجرد تلاوة. فالأماني تطلق على التلاوة في القرآن. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى أي تلا الكتاب، فألقى الشيطان في أمنيته أو في تلاوته، حتى إن أربط الأذى بعضه. باختصار شديد ذم الله من جعل حظه مجرد تلاوة. إذن جاءت الآيات لمعنى أسمى التلاوة. عنه يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكروا. مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب تذكر. التذكر يحمل معنيين: الوعي والعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر،
مطلوب وعي المكروه كله، مطلوب العمل بكل ما فيه. إذا الإنسان فتح صدره على الوحي ولم يعد له في حياته مصدر لحياته إلا الوحي، سمي هذا بالربانية في القرآن، وهي دعوة كل الأنبياء بالاستثناء. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كن عبادا لي. خذوا بكلامه، قدموا أمري على أمر غيره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية لها معنى واسعة تفصيليا، لكن أنا سأخرج منها بخلاصة أن الله عز وجل جعل الربانية لها أوصاف، جمعها في سورة الفرقان في قوله تعالى: وعباد الرحمن. عباد الرحمن أي عباد الله، فالرحمن اسم من أسماء الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلما يقول عباد الرحمن يعني بها الربانية، ثم يعرض لأوصافهم وصف وصف تفصيل. إذا قال وعباد، وده الحقيقة معنى العبودية. الناس فهم العبودية مجرد أن يؤدي بعض الشعائر والشرائع، لا، العبودية كما قال الشيخ الإسلام تيمية: غاية الحب لله مع غاية الذل له. يعني غاية الحب يعني التدرج في درجات الحب لأعلى مراتب المحبة، ودعم الغاية، الغاية النهاية. فغاية الحب نهاية الحب. فالعبادة ما لم تكن عن قناعة ومحبة لعز وجل لا قيمة لها. هذا معنى خطير جدا. وقضية الحب والبغض قضية عمل قلب، وده أخطر مرحلة في حياة المسلم. قضية الحب والبغض بترتب على احكام كثيرة جدا. سورة المائدة من أولها لآخرها تكاد تكون تفصيلا لهذا المعنى. من يحب ومن يكره، وهي قاعدة المحبة وقاعدة الكره. هنا يأتي النص غاية الحب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحب على ست درجات. تبدأ بالميل القلبي، يقول لك فلان ده عنده ميل دينية، عنده ميل دينية ببحث عن ربي، يبقى دخل في أول مرات المحبة. فإذا قصد طريق ربه بكلياته سميت مرحلة الصبابة. طبعا هذه الألفاظ يستخدمها الباطل في غير محلها، لك فلان ده مغرم صبابة، ولا فاهمين مغرم فاهم صبابة، ألفاظ بيردوها خلاص، أخذتها بعض كتب السلف وتردد بلا وعي. انصب الماء يعني توجه بكلياته إلى وجهة واحدة، وضحت؟ فانصب العبد إلى ربه اتجه إليه بكلياته. يبقى إذا بدأت الميول تأخذ العبد أخذا إلى ربه حتى توجه إليه بكلياته سميت مرحلة الصبابة. فإذا هوى طريق ربه يعني صار هواه هو هذا الطريق، والهوى قوة بقوة الصدر. فإذا هوى طريق ربه سميت مرحلة الغرام، ها؟ يبقى مغرم لها مرحلة وصبابة لها مرحلة تانية، مش مغرم صبابة وكله داخل في بعض، ها؟ إذا يبقى الماء القلبي، الصبابة، الغرام. فإذا جعل هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. العشق، كلمة العشق لها استعمالان عند العرب. هذا استعمال منهما وهو أن يجعل هواه كله المحبوب، وهناك استعمال آخر للكلمة تجاوز الحد في الحب. وطبعا الكلام ده مستحيل في حق الله، إذا بعض أهل العلم بهذا الاعتبار كره الكلمة أن تستعمل هنا، لكن الجمهور على جواز استعمالها بالاعتبار الأول. طيب، إذا المحب العاشق هذا من شدة حبه لمحبوبه تعالى بدأ يتخلى عن بعض محبوبات المباحة له من ربه طمعا في مزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم. فلان ده راجل ايه؟ متيم، هو ده المتيم.
الصحابة كلهم كانوا تابعين. يقول ابن مسعود بن عباس: كنا ندع الحلال، الحلال خالص اتفق عليه، كنا نقول كنا نقص كل الصحابة، كنا ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام. إذا تركوا المحبوبات الحلال خشية أن تنزل درجاتهم عند شد المحال، فطمعا في مزيد الفضل. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. يبقى المرحلة رقم كام؟ 6. ولذا يقال في اللغة: طريق معبد للسيد معبد. فلان صار عبد الله، طوع كل طاقاته وإمكانياته وأوقاته ونعم الله تسبق عليه لتنفيذ أمر الله فيه. وصل معنى ده؟ المعنى بيقول ده اختصار لمحاضرات، ركزوا معي تركيز. فلما يصف الله لنا عباده الذين عبدوه في سورة الفرقان يقول: عباد الرحمن. عباد الرحمن يعني عباد الله الذين أحبوه حبا بلغ النهاية مع غاية الذل والطاعة له. طبعا واحد يقول النفس تكره الذل، لا، الذل لله غير الذل للعباد، الذل لغير الله مذموم والذل لغير الله ممدوح. الذل لله ممدوح ليه؟ لأننا نذل لأحد غير الله، ذلنا له لأننا عبيد. وسلامة العبودية بطاعة المعبود، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن غاية العبودية أن نكون أهل طاعة الله سجل، أهل انصياع، أهل خفض جناح أمام كل أمر رب الأرض والسماوات. واضح معي؟ يبقى ده هدف وغاية، غاية الحب مع غاية الذل. يبقى لما أقول عباد يبقى لابد أن نراجع هذا المعنى فورا في أذهاننا. كم واحد فينا قبل أن يكون عبدا لله بحق؟ احنا عايزين نعبده بس في حتة لا، احنا عبيدك بس في الحتة دي لا، امشي دماغي ومشي رأيي ومشي هواي واوهم نفسي اننا مسلم ومنقاد لعز وجل. رب العباد يبين ان ربانية ليس لنا سواها اصلا، فيقول: ما كان لبشر أن يكلمه ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، خذوا الكلام وتأخذوا الكلام غيره، ولكن كونوا ربانيين، عبيد لرب العباد، منصاعين لأمر رب العباد. والكلام ده لن يستنكف أن يفعله من هو أسمى منه، الملائكة. ما في ملك إلا وغايته أن يكون له عبد، لأن في النهاية مهما على كعبنا نحن عبيد في حاجة الله، والرب غني مستغنى عنا. قال تعالى: يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالفقر صفة ذات لنا، أغنى أغنيائنا فقير الله. وصلت؟ والرب مستغنى عنا، عن غنينا وفقيرا. طاعاتنا لن تزيد في ملكه ومعاصينا لن تنقص من ملكه. قال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم على قلب فرعون ما نقص ذلك ملك شيء. إذن كل طاعاتنا لن تنفعه وكل معاصينا لن تضر. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى المقيم وغيره: فصفة الغنى صفة لله، هو غني حتى ولو لم يعطي أحد، ذاته استغنت عن كل أحد. وضحت؟
ونحن في أمس الحاجة للواحد الأحد في كل شيء، مش في شيء، في كل شيء. فصفة الفقر صفة ذات لنا. ثانيا، ما منا واحد له صفة ذاتية اسمها الغنى؟ ده نحن كلنا خرجنا للدنيا كأفقر ما نكون، خرجنا عرايا بلا مال. ولا منا واحد نازل بطن أمه معاه فلوس، كان بيتاجر بزنس جوه، كله خارج عريان ملط، لا مال ولا متاع ولا لباس ولا طعام ولا شراب. وضحته في هذه الرحمة تعالى: والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر لديكم، وجعل لكم، والجعل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الذي خرج للدنيا عاريا لا يملك منها شيء، وعما قليل سيخرج منها كما دخل إليها، عار كام ولدته؟ ولا في حد منه بياخد فلوس معاه؟ إلى قبل المخابير الفراعنة بدنا عملوا كده، لكن لأن الحق لبس عليهم بالباطل، كان عندهم عقيدة أن هناك بعث وهناك رب يحاسب، ولذلك رسم الموازين حساب يوم القيامة، رسموا على الجدران. ولاعتقادهم أن هناك بعث، طب نعمل إيه للبعث يوم القيامة؟ الميت يضع معه أمواله، ذهب، زمرد، أين كانت، وضع بجواره طعاما. بعض المقابر وجد عسل نحل جنب الجثة، عسل نحل. ليه؟ عشان لو بعث يوم القيامة إلا أكل وفلوس اشتراك، ما أخذش الدنيا عليهم قيمة، هو قيام على الدنيا، فانقلبت عندهم مثل هذا. فإذا كانوا في أكفر عصورهم كان عندهم دين، فكيف وقد خالط الإسلام القلوب؟ الآية التي قرت في الصدور: لن تقع ولا صاحبها على الأرض. إذا ندرك هذا المعنى، فاعتقاد الناس اللي فيه بعث، في حساب، هيأوا أنفسهم بهذه الطريقة له، لكن الله بيّن أن هذا لا مجال له الإنسان. فقال تعالى: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، زي ما خلص بطنهم عالية درجة إن عالية، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم. سمه إيه؟ يعني تخويل، يعني كل ما أعطيناه لكم من نعم الأموال أعطيناها لكم لخدمتكم ولصالحكم. فالخول الخادم، ولذا جاء في الحديث: إخوانكم خولكم، أي ما يقوم على خدمتكم، أطعمهم ما تطعموا، واكسوهم ما تلبسوا، ولا ولا تكلفهم ما لا تكون، فإن كلفتموه فعلوا. فسماهم إخوانكم خولكم، من قام على خدمتكم. يبقى أنا واحد بيخدمني أذله ولا أكرمه؟ ها؟ فمن بالك بقى العسكري بيحميني، ووقفوا من صبيحة ربنا لغاية غروب الشمس بالجوع وبالعطش، وما قدرش اخش حمام عشان بس الباشا لسه ما جاش. احنا بنكرمه ولا بنذل انفاس اللي خلفوه؟ وضحت؟ الباشا، الله اخفف عنكم شوي. كنا في بعثة من بعثات، كان مع الشيخ فوز الله رحمه الله امين، فوز سعيد، فكان يعني المسؤول بتاع المكان راجل كبير، فكل ليله يجوا لنا اخواننا علمونا التوحيد، فانا والشيخ فوزي كل ليله نشرح له اسم الاسماء الحسنى. في الليله بنشرح له اسم، انبسط جدا، لقيته قاعد بني كده فتح بقه، فقال: يا ربنا ده باشا. خلانا من برضه الشيخ فوزي ضحك، قال لي: اخرك يا باشا باشا. اخر حاجه باشا. وضحت؟ فكل واحد امكانياته. الشاهد يا اخواني، رب العباد، خلصت حتى نبعد كثيرا، رب العباد وصف عباده بهذه المعاني، بانهم بلغوا غايه الحب، غايه الحب لله مع غايه الذل له، نهاية الحب. وده معنى عباد، لا عبودية تتم بغير هذا.
لماذا؟ لأنه يقينا ما من محبوب لك في حياتك إلا والله أعلم به منك، ولا أنت أعلم؟ يقين ربنا أعلم، أأنتم أعلم أم لا؟ يقين الله. طيب إن كان هو أعلم بمحبوباتي فقط، لا، ده أعلم بها وأعلم بآثارها إذا كانت نافعة أو ضارة، وفي العاجل أو الآجل. النفع مش لازم وقت، كثير من الناس بينظر تحت رجليه، عايز النفع العاجل ولا ينظر الآجل. العليم الخبير أعلم بمحبوبتها منا، أعلم بآثارها منا، أعلم بنفعها العاجل والآجل منا، الغائب والمشاهد منها أعلم به منا. إذا كان رب العباد أعلم منا بكل ذلك، فلما يعطينا تعليماته في هذا المحبوب يبقى أيهما أولى بالاتباع، تعليماته ولا ما تشتهي الأنفس؟ تعليماته، يقين تعليماته. ما اشتهته النفوس ما بني إلا على الهوى والمزاج، وما شرعه رب النفوس بني على العلم الدقيق بما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هل يستوي علمنا بعلمه؟ يستحيل. يعني رب العباد يعلم أننا نحب الطعام الشراب، مش كده ليه؟ شرع لنا في الطعام الشراب، فأحل لنا كل الطيبات التي طيبها هو الخلق وسمها الطيبات. يسألونك ماذا أحل لكم؟ قل أحل لكم إيه؟ والطيبات مطلقة. المحرمات قد يخن الطيبات بلا حدود. طب المحرمات تعد بها أصابع يديك. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم، أطوأي في التحريم، الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والمقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا مذكر. فالمحرمات محدودة، والمباحات والحلال بلا حدود. طيب واحد نفسه تفسي المحرم هوى، أحب الخنزير، أحب الميت، ها، أحب شرب الدم، ما فيها عقول كده؟ ها، نسأل الله العفو العافية. في عايز أقول طرف، لكن خلينا ما نبقاش على الموضوع. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لقد وزع الله العقول فجعل عقول بعض الناس في أنخاخهم، يفكر في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء، وبعض الناس عقولهم في أكتافهم لا يملك أمام الفكر إلا عضلاته، تقنعه يديك بوكسين خلصت. ها، وبعض الناس جعل الله عقولهم في أقدامهم، جوال من ساعة ما صحى لما نام، وبعض الناس عقولهم في فروجه، وبعض الناس عقولهم في قلوبهم وهم أولو الألباب، هم دول أصحاب العقول. على فكرة الكلام ده له نصوص تثبته في القرآن في السنة، بس ليس هذا وقت تفصيله. الشاهد يا إخواني، العقول وزعت، مش كل الناس سواء، مش كل الناس. ورب العباد ينصص عن أهل الكتاب يقول ليسوا سواء، ليسوا جميعا على نفس المستوى بنفس الحال أبدا. النفوس تباينت واختلفت اختلاف شديد جدا. طيب فإذا كانت النفوس تباينت، لو ترك الأمر لأهواء النفوس يقينا ستتعارض، يقينا ستنحدر، يقينا ستنحط من حيث لا تحتسب. فجاء الوحي لينقذنا من كل ذلك، ليضع لنا قواعد وضوابط في محبوباتنا لنأخذ منها أكمل ما فيها. فأيهما أولى بالاتباع؟ حرم عليك الخنزير وأنت نفسك طفس وأحب الخنزير. طيب النتيجة العملية، هينفعك الخنزير؟ ده أنت بتأكل حيوان لحمه، أنت اللحم حيوان. ليه؟ لأن طبيعته، ورب العباد خلقه وهو أعلم بخلقه منا. ما حرم الخنزير حبا في التحريم،
لكن حرم الخنزير لعلمه بما في الخنزير. انت لا تقترب من حظيره حيوان وتجد منها أسوأ رائحه الا الخنزير. رائحتها رهيبه جدا جدا. ليه؟ طبيعته رب العباد خلقه ينظف الوساخ، ولذلك لا ياكل الحاجات الطيبه، لا ياكل اللحم ولا ياكل النباتات. لا تقوم حياته الا على القمامة، لان مخلوق عشان ينظف القمامة. هتلاقي في نوع من السمك كده لو جبته في الحوض تلاقي وساخات السمك كله يقعد ينظف فيه هو. الكلام ده موجود في الخلق. خلق الخنزير لهذا، ولذلك اكله لو جبته حميته وغسلته بصابون ها وبقوم وبقريل كمان وطلع معاك، لو شاف بركة يسيبك ينزل فيه نتنة معفنة. دي طبيعته يقينا. سوء لحمه وفساده سينقل إليك. هذه واحدة. هذا الطعام الخسيس أفقده حتى غيرته. الخنزير الآخر عمسى الله رحمه محمد عبده لما سافر أوروبا فبيسألوا انت ليه تحرم الخنزير؟ والخنزير حيوان زيه زي الجمل وزيه زي الخروف وزيه زي الطيور. قال لهم طب انا اديله فرصه شهر اعمل لكم تجربه. فالله يرحمه عمل لهم تجربه حلوه. جاب ثلاث حظائر. حظيره اضع فيها خروف ونعجه ليقيموا شهرا. الشهر الكافي يتم في عقد التزاوج بينهم. وحظيره فيها ديك وفرخ لمدة شهر، وحظيرة فيها خنزير وخنزير. وبعد الشهر قال لهم تعال هذه التجربة. أدخل على الديك والفرخة بعد التزاوج ديك خارجي أقوى من الديك الداخلي اللي عايش مع مراته. الديك السفرته الرفيع ده أخذ ينقل في الديك الضخم لغاية ما طردوا بره الحظيرة حتى لو يمكنهم النساء. الخروف اللي كان داخل الحظيرة أضعف من الخروف الداخل، لم يزل يضرب فيه وأنطح لغاية ما طرد من الحظيرة حفاظا على الإنسان. الخنزير اللي في الداخل كان ضخم، واللي جابله من بره سفروت أول ما دخلوه عليه ساب له الولية خرج. وصلت؟ اتفهمت ليه ربنا حرمه؟ قد تغيب عنا قضايا كهذه عز أن يدرك الإنسان، لكنها لا تخفى على الإنسان. فإذا حرم الخنزير يقينا وراء التحريم الضر قطعي، الرب يعلمه وأنت تجهله. فأيهما أولى بالاتباع؟ أمره ولا هو نفسك؟ هو ده الحب، أن أجعل محبوباته هي محبوباتي لأنه أحب لي أسمى ما أحب. فكيف أقدم محبوباتي على محبوباتي؟ وصلت؟ هو ده معنى العبودية باختصار شديد. غاية الحب مع إيه؟ مع غزل. ثم قال وعباد الرحمن واستأنف في أوصاف الوصف وصف. فبدأ بأخطر قضية في حياتي. إيه أخطر قضية في حياتنا؟ ما رأس مالنا الرئيس في حياتنا؟ حد يعرف رأس مالك ايه؟ الفلوس؟ ها؟ كبرياء الإنسان. اللسان؟ كبرياء الإنسان. كبرياء الإنسان؟ الصحة. الصحة؟ الله يفتح عليك. العمر. العمر رأس مالك عمرك. الإنسان عبارة عن عمر، كما يقول حسن مصري ما أنت إلا أيام، إذا انقضى بعضها انقضى بعضك. فرأس مالنا الوقت اللي منحه الله لنا في هذه الحياة، العمر المحدود الذي منحه الله لنا في هذه الحياة. والعمر ده
عندنا مقدر بالسنين ونفرح كل سنة ونعمل عيد ميلاد وببيرس ديو يا مسلام ونهيص ونبسط ونطفئ الشموع سلامات. الأعمار يا إخواني مقدرة في ميزان الله مش بالسنين حتى بالأنفاس. حديث ابن مسعود قال قال الصادق المصدوق. الحديث جاء بهذا الصيغة لم يقل قال رسول الله قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لو جمعنا أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم بعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أول ما يكتب إيه؟ أجله. ليه كم نفس؟ إذا انتهت عند شهيق ما استطعت بعده زفير. وصلت؟ ولو اجتمع الأرض جميعا ليقدموا أو يمنعوا منك زفير أو شهيق ما استطاع. خلص خلصت. وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون لا تقديم ولا تأخير. إذن الأجل قدرت وحددت. هو ده رأس مالنا الرئيسي وده اللي فيه كل عطائنا. عطائنا فين؟ في عمرنا. اللي مات هيعطي والعطاء وقت ما كان لنا وقت وحياة هي الحياة. لذا بدأ الله صفات عبد الرحمن بهذه المهمة قال وعباد الرحمن الذين إيه؟ إيه معنى يمشون على الأرض هون؟ لا إيه هون دي؟ ها؟ لا يضيع ثانية من عمرهم حتى ولو في سيرهم وطريقهم. هون يعني كل ما ضع قدمه على الأرض يرفعها ليدرك أكبر قدر من الخير في أقل وقت من العمر. وضحت؟ وده الأمر اللي ربي تحضر عليه فقال وسارعوا إلى مغفرة ربكم وسابقوا إلى مغفرة ربكم فاستبقوا الخيرات. يعني أسرعوا وعدلوا واستبقوا في تحصيل أكبر قدر من الخير في أقل وقت من العمر لأن العمر محدود. وده رأس مالك إن ضاع ضاع عمرك إن انتهى انتهت حياتك. وصل معنى الخطير ده؟ إذا بدأ بهذه الصفة اغتنام الأوقات والأعمار كيف نستفيد بكل نفس أعطاه الرب لنا في فعل أكبر قدر من خير الطاعات. وضحت؟ لذا كانوا يمشون الأرض هونا يعني كلما وضعوا أقدامهم على الأرض رفعوها ما اداش فرصة تمكث فترة طويلة وتلاقيها ماشي عمال يتمشي. ليه يا عم الشيخ يقول لك أضيع وقتي؟ ده أنت بتضيع عمرك بتدمر عمرك مش عارف تصرفه مش عارف تستفيد بعمرك وده رأس مالك تبقى مصيبة. وإذا خسر الإنسان رأس ماله يبقى له ربح. متى يكون رابح اللي ضيع رأس ماله؟ لن يكون رابح أبدا. ما لم يصن رأس المال لن يكون لك أرباح. وضحت؟ يبقى اللي خسر رأس ماله حتى لو اديله ربح يبقى اسمه رابح ولكن الخاسر. وضحت؟ ولذلك النبي القدوة صلى الله عليه وسلم والصحابة من ورائه فهموا هذه القضية فهم عجيب جدا. السيدة عائشة نفسها تصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عمره في الدعوة من 23 عام كان مطلوب فيها أن يبلغ هذا الحق للعالمين الإنس والجن وغيرهم الخلائق. عنده وقت يضيعه ولا سنة؟ عنده وقت ياخد فيه ريست وراح وبريك ولا ثانية؟ هنوضح. ولذا تصف مشيته فتقول من عشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر مصبب. ينحدر مصبب اللي نزل من على ظهر الجبل يستطيع أن يجري لو جار انكفى على وجهه. طب يبطئ هنكفى على ظهره. لابد أن يسرع الخطى من غير جري
دي مشية من؟ النازل من على الجبل. وكانت مشية سيد الخلائق طول حياته يتكفأ في مشيته، يسرع الخطى ليقطع أكبر قدر من الخيل في أقل وقت من العمر. يتكفأ في مشيته، اغتنام الأوقات، قضية في منتهى الخطورة. إزاي أستفيد بكل ثانية في عمره؟ قد استفاد، قدم لله أعلى ما يقدم في 23 عام، ورب جيل من أعظم الأجيال، وكلهم كان كذلك. بل يقول أبو هريرة كان يسرع الخطى فنجري وراءه حتى نلحق به، وهو لعب بنا خلاص مطاش وقته معنا. إذا ندرك قضية في منتهى الخطورة، إزاي أستفيد بكل ثانية في عمري؟ الإنسان لو أستفيد بكل ثانية هتجد عطاؤه أضعاف أضعاف عطاء غيره. اللي بيشتغل لله ساعة في اليوم زي اللي بيشتغل 24 ساعة، عطاء بتاع ال 24 ساعة ب 24 يوم من الآخر. وصلت؟ بل قد يكون عطاء ساعة منه بعطاء عمر من أعمار البشر. ما أعطوا في أعمالهم ما أعطى هذا في ساعة، وده اللي خلى الصحابة يا إخواننا رغم خسر عمره في الإسلام عطاءهم بلا حدود. لما تمسك حياة الصحابة يظهر عقلهم، عباد الرحمن هم دول نموذج عمل حي أمامنا. واحد مثلا كسعد بن معاذ كم عمره في الإسلام منذ أسلم إلى أن مات؟ ست سنوات. أسلم في 31، مات في 37. كم قدم الله في 6 سنوات؟ ها؟ قدم من أول يوم. من أول يوم؟ ده أول يوم أسلم فيه جاء بالأنصار لرسول الله كله. أسلم عليه الأنصار من أول لحظة. وآخر لحظة أتم كل اليهود. ولما جد الجد يوم بدر كان على رأس من وقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق ما مش تحقيق ما هو واجب عليه، تحقيق ما تمنى رسوله أمانيه وأمل. بل وصل لمراحل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما استشهد سعد، بل هو قبل استشهاده لما طلب منه التحكيم بين المسلمين وبني قريظة والكل قبل الحكم، جيء به على دابته التي لا يثبت عليها لأنه كان أصيب يوم الخندق بسهم ونزف. فلما نزف تضرع إلى ربه، وكم مستجاب الدعوة، لا ترد لسعد الدعوة، لا ترد الدعوة، فدعا قال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة، لأنهم خانوه وغدروه وكانوا مواليه في الجاهلية مواليه. الشاهد يا إخواني أبى الله إلا أن يطلبه بنو قريظة للتحكيم والنبي قبل حكمه. فلما جيء به يتهادى بين رجلين على دابته وقال لهم لبني قريظة أتقبلوا حكمي؟ قالوا قبلنا، أنت مولانا وسيدنا. فاستحيا أن يقول المسلمين وفيهم رسول الله وأنتم، لكن أومى قال وأنتم إماء بسيط كده. قال النبي ونحن رضينا بحكم ساعة، سيد الخلق يرضى بحكم ساعة، خلي بالك. فلما حكم كبر رسول الله، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق 7 سماوات فيهم. كيف وافق سعد حكم الله قبل أن ينزل له؟ هذا معنى خطير جدا، وصل لهذه المرحلة. الشاهد يا إخواني لما استشهد في هذا اليوم بعد التحكيم مباشرة، جرحه الذي كان يسعب توقف لما دعا، ولما حكم وشفى الله صدره عاد ينزف مرة أخرى ومات بسببه، فمات شهيد وعد من شهداء الخندق. لما مات كان النبي يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فتعجب الصحابة قال يا رسول الله لما ذلك؟
فقال صلى الله عليه وسلم: من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. تخيل رب العباد يبعث وفد يعزي في سعد يحضر جنازته قوامه 70,000 ملك غير الملائكة الذين طالعين وعايشين معانا. كل دول كانوا في جنازة سعد. لما فرغ النبي من دفنه قال: لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن عاص. بل قال: ما هو أشد؟ قال: لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن عاص. العلماء تكلموا اهتز حزن عليه قول لبعض العلم، القول الأشد الحقيقة قالوا اهتز طربا بصعود روحه إليه، فرحا بسعد، فرحا بسعد. كيف وصل لهذه المراحل في 6 سنوات؟ خالد بن وليد منذ أن أسلم إلى رب كم قدم لله في الجهاد؟ حدث ولا حرج، حتى صار أسطورة، أسطورة لا مثيل لها في التاريخ. هو نفسه يقول عن نفسه: ما من ليلة تزف إليه فيها عروس أو أبشر فيها الغلام بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سنة تقاتل في سبيل. كم عمر خالد في الإسلام؟ أسلم يوم الحديبة ومات في فتح دمشق 7 سنوات. كم قدم فيها الله؟ هو نفسه يقول: غزوت 55 غزوة في سبيل الله، ما سلم فيها، أصيب ورغم الإصابات عاش. قال: غزوت 55 غزوة ليس في جسد مضغ إلا وفيها ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعلم جبلا. طب ده ما خلفه من نصر الإسلام بس؟ لا يا أخوانا، ده كان صوام وقوام وعابد ورب جيل. عدد أولاده كان كام إلا رباهم؟ أولاده بس مصلي غير من رباهم من جنوده، حدث ولا حرج. يكفي بس وقعة واحدة، غزوة اليرموك من أواخر الغزوات التي غزاها قبل فتح دمشق. كم عدد المقاتلين من صلب خالد؟ 40 مقاتل. متى ربهم خالد؟ ده دول مش كل أولاده، ده جزء من أولاده. 40 مقاتل من صلبه يقاتلون معه يوم اليرموك. كتيبة خالد حتى تفتح النفس. ها؟ وذلك كانوا رجالة، الصغير والكبير شغال. يقول ابن الجوزي: كان ابن الأشجعين الصحابة الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام، يعني الرجال عدى 100 وشغال بيطلع أجيال. إحنا فين؟ في البطاطا. ما ضيعش أوقاته. أنس بن مالك كم ولد رزقه من صلبه وهبه من صلبه؟ 100 مولود. ومش أنس لوحده، ده أنس واحد من 3 من الصحابة، أنس بل من 4، أنس وأبو بكر، أبو بكر وابن بدر والمغيرة بن شعبة، كل واحد من دول وهب 100 مولود من صلبه غير أحفاده وربوه أحلى تربية، وخرجوا من أجيال من أسمى الأجيال. ها؟ إحنا لا عارفين نتعامل مع النساء ولا مع العيال، وبلبوصي دوخنا مش 140 مقاتل، وده جزء من أولادنا، إحنا فين يا أخوان؟ بل قالوا أبو بكر الصديق كان من المقلين، من المقلين. أنا عجبت جدا لما قرأت هذا الخبر، وقالوا أبو بكر كان من المقلين في الإنجاب. بحثت المقلين ده كان عنده كم ولد؟ طلعوا 19، وعدهم المقلين. يبقى احنا فين؟ احنا بالمعتمين بقى. نسأل الله العافية.
فربوا أجيال وخرجوا أجيال وعلموا أجيال وهدى الله من أجيال في أوقات محدودة جد جدا. كيف أعطوا هذا العطاء الكبير في هذا الوقت القليل؟ كان هذا هو السبيل، يمشون على الأرض لا يضيعوا ثانية من أعمالهم في غير خير يفعلوا ولله يقدموا. وصلت؟ يبقى هو ده معنى الآية، مش مجرد بيوصف المشية، لا، يمشون على الأرض إيه؟ بالمناسبة دي أخفف عنكم شوية، انطروا حتة كده الجماعة. قصص الأسر كانوا محترفين قديما، وما زال بعضهم في العرب لكن قل جدا، لكن القدامى كان أغلبهم يقص الأسر، يحدد من بلغ من دقة ملاحظته لو شاف رسمة رجلك في الأرض وقال دي رجل فلان، يحدد، بل يحدد نوع الماشي ده ذكر ولا أنثى، لو كانت قدم لعرفها يحدد ذكر ولا أنثى، كعب الرجل كعب قدم الرجل قدم أنثى، لو كانت أنثى حدد لك بكر ولا سيب. هتقول ازاي دول محترفين، البكر هتلاقي رجل قدام رجل، السيد يبقى بين الفراغ، بل ما هو ادهى، قالوا يحدد الطفل المولود ابوه انجبه قبل الاربعين ولا بعد الاربعين. ليه؟ لان المشي بتختلف، اللي انجبه قبل الاربعين حال شبابه وقوته وفتوته وعطائه، تلاقي الولد قدمه أشد غوصا من مشط رجله، لما ينزل على الأرض يبدأ بإيه؟ بكعب، وذلك الجزمة عنده والشراب يتقطع من فين؟ من الخلف، ها؟ الشراب يدوب من الخلف والجزمة تدوب من الخلف، ينتهي بالكعب. بعد الأربعين تلاقي الولد ماشي على مشط رجله، ينزل بالمشط، فالمشط أشد غوص من الكعب، وذلك الشراب يقطع من فين؟ عند أصابع رجليه، والجهاز بتقطع من قدام. كل واحد دلوقتي يدور يا ترى ابويا جابني قبل الاربعين وبعد الاربعين، الشراب بيطلع من فين؟ وصلت؟ اذا ندرك هذه المعاني. السلف لما عرفوا قيمة الاوقات استفادوا بكل لحظة منحيها منحوها من أعمالهم، وذي أخطر قضية، لأن هذا رأس مالنا، إن ضاع انتهى. وضحت؟ لذا بدأ الله صفة رحمة به، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بس طيب اللي ماشي هونا ده وعايز يستفيد، هناك عوائق. أول العوائق الخلق البشر، وخص الجهل منهم والظلمة، اللي لا يعرف أنك في هم غير همهم، همه في الدنيا، همه في المال، همه في مصلحته، عايز يوقفك وضيع عمرك في تفاهاته وسفلاته. صاحب الهم العالي يجاريه، يسمع إليه، يفني عمره معه، لو هنسيب أعمار للسفلة ضاعت أعمارنا، للسفهاء ضاعت أعمارنا. لذا جاءت الصفة الثانية متعلقة بالأولى، قال الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام عليكم، لا نبتغي الجهل، لا مجالستهم ولا مجاراتهم ولا معايشتهم ما داموا على سفهم، لا احنا مأمورين إذا رأينا من هذا دأبه السفالة والانحطاط والخطأ، إذا رأيناه ألا نقترب منه، نضيع وقتنا معه. لذا قال تعالى وإذا رأيت الذين، وإذا رأيت للرؤية بس، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى الجلوس مع الظالم نفسه ظلم لنفسك، وضحت؟ وتدمير لعمرك، فما بالك باللي ضحي حياته كلها مع الظلمة، قاعد معاهم، أكل معاهم، شرب معاهم،
وهم يخوضون في كل الموبقات امامه، ويطلع مقبول يقول لك اه ولي امرنا، حتى لو طلع في التلفزيون وزنى نص ساعه على الهواء برضه ولي امرنا، وعلينا السمع والطاعه. الله يخيبك. وليكن بلاء مبين مبين. رب العباد يعطي نص اخر يقول وقد نزل عليكم في الكتاب تنزيل ان اذا سمعتم، يبقى الاولى للرؤيه هنا السماع والمجالسه، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها او تنحى جانب من حياة الناس او ينأى الناس عنها او يعمل بغيرها، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها، تنكر تكتم، لان الكفر الكتمان، ويستهزأ بها. قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم بين عقوبة من يجلس فقال إنكم إذا مثلهم. لو جلست الظالم مجرد سكوتك عن ظلمه أنت شريك في الظلم. فهل يحل العاقل أن يضيع عمره في كنف الظالمين، في أعطان الظالمين وأعطانهم؟ إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين، وعد الجالس منافق والكافر كافر، وقدم المنافق في دخول النار على الكافر. قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وصلت؟ إذا ندرك كل إنسان فينا مطالب يستفيد بكل ثانية في عمره، فما بالك بقى دلوقتي مع المرض القاتل إن أعمارنا كلها مع الخواجة جوجل بالساعات، ولرؤية كل السفلات والسفهات، تدمير الأوقات وتدمير الأعمار وتدمير الأعمال، نهيك عن أن يأخذ هذه السفلات فانقلها وشيرها. وأجمع العلماء أن ناقل الكذب كذاب، أحد الكذابين، فكيف بمن لا ينقل إلا الكذب؟ وأغلب ما يقال فيها كذب، أفلام وتمثيليات ومسرحيات وباب طين وأخبار عمال تنقل من كل صوب حوب، ها؟ تحيي الميت وتميت الحي. تقرأ أخبار إن صدام لسه عايش والقذافي لسه عايش، وتقرأ أخبار تاني العكس، ها؟ يقول لك مش عارف الحاكم الفلاني مات وفلان مات، وجايب لك اخبار والحزن والجنائز ان فلان مات وعايش. كل هذه الاكاذيب للاسف الشديد، كثير من الناس يفرح بالخبر ويشير. ناقل الكذب كذاب. لذا جاءت نصوص لنضبط حياتنا، ولا سبيل لك لضبط حياتك الا بالانتفاع بكل ثانيه في عمرك في فعل الخيرات وترك المنكرات. ما لم يكن هذا منهج حياتك كيف تصلح أن تكون مسلم، ناهيك عن أن تكون داعية حامل رسالة قدوة لمن حولك؟ وصلت؟ لذا بدأ الله هذه الصفات بهذا الوصف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلام سلام عليكم نبتغي. يبقى سلاما دي تعني الإعراض التام بكل صوره وألوانه من حيث الرؤية والمجالسة، كلها محل فرار المؤمن من كل بيئة تفسد عليه دينه أو تدمر شيئا من عمره أو وقته رأس ماله. وصلت؟ ها الداعية اللي عايز يستفيد يفعل ما جاء في النص، الداعي اللي عايز يضيع عمره في غير ما منفعه ينأى عن هذا الوحي. وإذا خاطبهم جاهلون قالوا ايه؟ طب سلام. طب الجاهلون والخطابات دي كلها فين؟ في النهار، الليل المأوى، كله بينام حتى الشياطين بتنام، مش كده ليه؟ صحيح منها ينام في الشارع ومنها ينام في حضنك، ده موجود، ده موجود، انت تدي له فرصه يدخل ينام معاك في حضنك. يقينا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المرء بيته
فقال عند دخوله بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم الليل. يبقى أنت ماشي في الشارع ومعك كام شيطان؟ واحد؟ لا، ده اللي معك فريق لواء، وانت ورزقك بقى عميد ومعاه فرقة كاملة، كتيبة أمن دولي. ها؟ كتيبة أمن دولي معاه، كتيبة معاه كاملة. حتى داخل قلت بسم الله نمتم كلهم في الشارع، ما قلتش بسم الله والسلام عليكم، داخل متنيل وحدك حالة ورح دخل السلم رمي نفسك. كل دول دخلوا معاك ملوا البيت، هتنام هيرفصوك، تتقلب هتلاقي واحد يديك بوكس، واحد يديك كوع، واحد يديك شلوط، واحد يديك ركبة. ولذلك اللي نايم 8 ساعات و10 ساعات وقام ياه جسمه مكسر، لازم تكسر. تكسرش ليه؟ وانت اللي عملته قليل. وضحت يا اخوانا؟ ندرك الليل كما قال السلف انس المحبين، اللي عايز يسمو مع ربه يسمو في خلوته في الليل. لذا وصف الله عباد الرحمن بهذا الصفة، قال والذين يبيتون لربهم. الله، وكأن الليل عندهم كل ليلة من أوله وآخره لله. النهار فيه الناس والأولاد والنساء وحقوق العباد ماشي، طب والليل؟ جعلوه بكامله لربهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله، الله يرحم شيخ، الله يرحم شيخ سامع العظيم. أحسبه عابد مصر الأول في العصر الحديث. الرجل شوف الدنيا بتعك بتعك حوله وتعج، والشيخ مع ربي العام كله قيام ليل، واللي عايز يصلي وراه أهلا بيه في جماعة السجدة. رمضان كان بيختم كل 3 ليلة ختمة، في ليلة كم جزء؟ 10 أجزاء. الطلاب اللي وراه اللي متابعينه السنة كلها الفجر والمغرب والعشاء ماشي في ختمة، تخلص ختمة يجيب ختمة، وعاد جد ممكن يصلي المغرب بالأنعام بالأعراف، لأن ورد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بيخش يروح يصلي عنده رايح قاصد، ومع هذا مسجده رب فيه جيل كلهم يعشقوا العبادة. المسجد مليء على الآخر، فكان قيام قيام في آخر أيامه ماشي على عكاز على عكاز، ولا أقوى أن يقف. فإذا وقف بين يدي الله استقام عودة، ويأخذ الليل كله قيام رغم ما أصابه من مر من مرض. الله يرحمه ويحفظه ويسامحه. طلابه عدوا عليه فقط الخدمات، الختمات اللي حضروها هو في الصلاة، في الصلاة الفرائض النافلة الجهرية تجاوز 2400 ختم، ما ضيع وقته. جنازته كانت مشهودة، ورحم الله الإمام أحمد قال بيني وبينكم الجنائز، نشوف مين اللي يأتي وراءه أهل الدين يدعون له، ومن اللي يأتي وراءه الظلمة يقنطون عليه. ها؟ واحد الكل يدعو له بالمغفرة، واحد ماشيين في جنازته يقول الله يجحمه، واحد ستان بيقول الله يرحمه بالله رح الله يجحمه. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك يا إخواني، حتى لعل الله أراد أن نرى هذه النماذج حتى نعرف أن سنة الله في الدعاء باقية إلى قيام الساعة. اللي عايز يستفيد بوقته هذه نماذج حية. واحد زي الشيخ رضي الله يرحمه عاصرناه، عمره كم سنة؟ 96 بالميلادي، 99 بالهجرة. ألف فيها كم مؤلف؟ 200 مؤلف، يعني معدل كم سنة كتابية؟ ده ما بعمره يعني من يوم اتولد وصلت 200 مؤلف. مش لوحدي اخوانا، السلف كان يكون كده. ابن عقيل الحنبلي من القرن الرابع برضه عدد مؤلفاته كام؟ 200 مؤلف.
لكن مؤلفات ضخمة، منها كتاب سماه الفنون. الفنون جمع فيها علوم الدنيا والدين، حجمه كام الكتاب؟ 800 مجلد، كتاب واحد من مؤلفاته، من 200 مؤلف 800 مجلد. تلميذه أبو الفرج بن جوزة كان عجيب، قالوا كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا. الكتب اللي ألفها ابن جوزي كم؟ أقل ما قيل 400 كتاب، وأكثر ما قيل 2000 كتاب. متى جمع مادته العلمية؟ ومتى كتبها؟ يا إخواننا حاجة تحير. صحيح يا راجل، شوف كل مسألة ممكن تخطر ببالك عامل فيها مؤلف. عشان نتكلم على ما يدور في جسم الإنسان، الخاطر يألف لك كتاب، الهوى يألف عليه كتاب، مجلد عن خاطر، مجلد سماه صد خاطر، مجلد عن الهوى سماه ذم الهوى، وغير الطرائف مؤلفات، أخبار الحمقى المغفلين، أخبار الظراف المتمجنين، أخبار الأذكياء، أخبار النساء، تسمع عجائب. متى جمعها وكيف جمعها ومتى كتبها شيء يحير. بل شيخه ابن عقيل كان له يعني عبارة عجيبة، يقول كنت أوثر سف الخبز المطحون عن مضغي. خلي مراته تنشف له العيش وتطحنه فيسف سف. يقول كنت أوثر سف الخبز عن مضغي لما بينهما من وقت أدخل في تحصيل علم أو كتابة. وصلت؟ أين نحن؟ ها؟ إحنا عندنا الوقت بزيادة، مش عارفين نودي فين، مش عارف. قولك يا عم الشيخ، طب هروح فين يا عم الشيخ؟ أنا عايز أسلي وقتي. الله يخيبك، رأس مالك مش عارف تضيعه إزاي، مش عارف تستفيد إزاي. كارثة كارثة. لذا كان هذا حالهم، بنهارهم يمشون على الضهولة في ظروفهم كلها لا تشغلهم عن ربهم، وإذا خطبهم جهنم قالوا سلام. ليلهم لخالقهم ليستعينوا به على عطاء نهارهم، لذا قالوا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا وقياما، احنا قلنا الليل ايه؟ أنس المحبين، السلوى والمتعة وتقوية الإيمان والسمو والرقي والفرح والسعادة الحقيقية لما يخاطب ربه، لما يناجيه، لما يسارع بما في نفسه. كان ابن عباس إذا سمع الصاحي وثب، الصاحي ده اديك الأذن ثلث الليل الأول الساعة 10:30، وثب قام في منتهى نشاط القوة. ليه؟ لأن له لقاء مع الملك فيناجيه، يقول ربي سكن كل حبيب لحبيبي. الناس كلها نامت، سكن كل حبيب لحبيبي، وأنا جئت إليك فأنت وحدك حبيبي. شايف الأنس راح فين؟ وهذا معمذ بن جبل كان إذا ألقى الليل سدوله وثب ويقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. وقش على هذا الليل أنس المحبين. يقول ابن عباس بت ذات ليلة، حديث مسلم البخاري مسلم، قال بت ذات ليلة عند خالة ميمونة، ميمونة أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالته أخته أم الفضل. قال وكانت ليلتها مرسولة، ليلتها مرسولة طفل 7 سنوات، وتعمد يبيت عند رسول الله ليرى حاله في ليله، فعلها عاد. حتى الأطفال عايز يستفيد أكبر استفادة بليله فيفعل فعل نبيه واقتدي به واقتفي أثره. طب ينام فين؟ والنبي كل ما يملكه حجر كهذه 4×4 مقفولة و2×4 مفتوحة، فقط 4×4 متر، ما في حجر نسائي زادت عن هذا. احنا عايشين في وسع
في طرف. الشاهد إخواني قال فاستعرضت الوساد تأدبا مع النبي وزوجي. رسول نايم كده على الفراش وهو خلف الوسادة ونام وأعطاه ظهره حتى أخذ النبي راحة بسببه. قال فلما أرخى الليل سدولة وسب رسول الله فراشه فقمت مع قيام وتوضأت وجهزت لرسول الله وضوء. ذهب الخلاء وعاد قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك يا رسول. هذا ايه وضوءك؟ يعني الماء تتوضأ. النبي عرف فقه ابن عباس في اللحظة القاتلة دي، دعا له أعظم هدية في حياته، قال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. فصار بها حبر الأمة ترجمة القرآن بالدعوة الصالحة دي في الليلة الصالحة هذه. قال فصببت الماء فتوضأ ثم قام يصلي فقمت خلفه فوقفت عن يساره فأدار النبي يده من وراء ظهري وأخذني من شحمة أذني يفتلها يلعبها كده، فجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه مسودا. قال فتقهقرت رجعت للخلف فاستفتح النبي في صلاته فقرأ بالفاتحة وسورة البقرة وابن عباس خلفه ويعلم من خلفه هو اللي نقل وطفل. قال فقلت في نفسي يركع عند المئة آية أقل تقدير وقدر ابن عباس لقيام النبي في الركعة كام؟ 100 آية. خلي بالكم مش احنا دلوقتي رايحين على الشيخ واحنا واولادنا وكله داخل امتى الشيخ يركع؟ ها؟ ولو طول عن اي حصلت والله يا اخوان، يعني حكى قال لي الشيخ فوزي الله يرحمه رحمه الله، قال يا راجل عندنا الشيخ طول بينا في القيام، فقال له اركع وما في الصلاه اركع. ما شاء الله تعلمته وهو في الصلاه. لو قرأ آية يقول لك طولت. الله يرحمه الشيخ يشكر رحمة الواسعة، يحكي لي قصة. قال أحد المشايخ بيصلي بالنسبة رمضان فبيقرأ سورة الرحمن، ففي كل ركعة بيقرأ آية الرحمن الله أكبر علم القرآن أكبر، فبيقرأ آية فآية طولت شوية المدهامتان، فبعد ما سلم قال له طولت يا عم الشيخ؟ قال له طولت إذا كلمة واحدة. قال لي يعني كان لازم تمدها ست حركات مدهامتان، ما كان مدهامة واحدة تكفي. وصلت. كيف يرجى من هؤلاء أن يجدوا سلوتهم في عبادتهم؟ ابن عباس يقول فقلت يرك عند المئة آية أقل تقدير ولطيف. قال فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عند المئتين، يجيب 200 آية، 100 كمان مش الآية اللي بعديها وابقى واقف بحرك هيركع لا ما ركعش هيركع ما ركعش وتضيع الصلاة كلها هيركع ما ركعش هيركع ما ركعش. وصلت. قال قلت يركع عند 200. قال فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عند 200 يبقى آخر بخر 286. قال فبدأ في النساء. فقال فقلت في نفسي يركع عند 200 فاستمر. قلت أركع عند نهايتها. فبدأ في آل عمران والحديث قدم من سأل عمران. قال قلت أركع عند بنت آية فاستمر. قال قلت أركع عند نهايتها فركع. جاب كم جزء؟ 5 أجزاء وربع. ربع جزء مش ربع حزب، يعني حزب 40 من حزب، نصف حزب. فركع قد ايه؟ قال مثل هذا. ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا. ده الأعجب. لما وصف القراءة قال ما مر بآية التسبيح إلا لسبح، ولا آية دعاء إلا دعاء، ولا آية استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا. قال حتى أني هممت بأمر سوء. قال وما هممت؟
قال هممت أن أقعد أو أدعى، فكرت أقعد وسيبه وأخت يصلي لوحده كم رحت. لكن مع هذا ما فعلها ابن عباس، وضحت؟ فإن كان هذا قيام رسول الله ركعة بست ربع سلسة القرآن خمس أجزاء أكثر من سلسة القرآن، وضحت؟ في ركعة، بل ثبت أنه قرأ الست الطوال في ركعة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، تسع أجزاء سلسة القرآن في ركعة، وده اللي كان بيعمل الله يرحمه الشيخ أسامة عبد الظيف. وعشنا معه، ازاي كان ممكن يسرح يجيب خمس ست اجزاء في ركعه، يسرح يجيب 10 اجزاء في ركعتين؟ بل ثبت في الحديث احد الصحابه يقول قمت ذات ليله مع الصاحي فقلت لن اسبق ليله الحجر، فتوضات وانطلقت المسجد الحرام، فلما وصلت الحجر وددت عثمان بن عفان قد سبقني، فقام بجواري فاستفتح بفاتحه الكتاب واخذ يشدب القران الليل كله في ركعة واحدة يختم سورة الناس والفجر كذب يؤذن، ولم يركع الركوع الأول، ختم مصحف في ركعة في ركعة. احنا فين؟ أين ليلنا من ربنا الذي لا يستعين بالله في ليله كيف يعطي في نهاره؟ تقول من عائشة، وده أعظم منهج لأي داعي عايز يدعو، تقول من عاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل لربه ثم يقوم نهاره من مطلع الشمس إلى مغربها يدعو إلى دين الله لا يمل، بل كما قال السلف حسن البصري وغيره قال على قدر قيامك بالليل على قدر توفيق الله وتسديدك بالنهار. عايز تدعو الناس بالنهار صل قلبك بربك، انت بتدعو الناس عايز الناس تسمع ولا تستجيب؟ الداعية منكم عايز يسميه او تقنع سمعه ولا عايز يستجيب ويتغير؟ طيب اللي يستجيب ويتغير ده اللي غيره المسموع ولا ما في القلوب؟ طيب كيف اصل للقلوب والقلوب لا يملكها الا الله؟ السلف قال هذه العبارة، قالوا على قدر وصلك أنت لقلبك بربك على قدر وصل الله قلبك بقلوب عباده. خشعت لله وقمت لله وأخلصت لله واستعنت بالله في ليلك، سيكون لكلامك أثر عجيب جدا 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 في العباد في نهارك. وضحت؟ الذي حرم قيام الليل يقينا سينتهي عطاء بالنهار. بل يحكي لي الله يرحمه شيخ حسن أيوب يقول كنت في السجن مع الشيخ سيد قطب، فكان يقوم الليل بالآيات التي ينوي تفسيرها أو اللي عليها الدور في التفسير، يعايشها الليل كله، ما يفتح الله به عليه في ليله يكتبه بعد الفجر. قال الليلة التي كان يحرم فيها قيام الليل لا يخط خطا واحدا في التفسير، يكتب في أي تأليف آخر في السلوك الاجتماعي في أي حاجة. وضحت؟ ولذلك كتابه جاء رغم أنه متأخر فريد من نوعه، عز أن تجد مثله. طبعا كل كتاب له عليه، لكن الكتاب الحقيقة في مجمله أعطى فتح الله عليه فيه في جوانب وفاها بما لم يوفي غيره، جوانب أخرى أفاقه غيره، كل ده وارد، فالكمال لله وحده. إذا ندرك هذا المعنى، على قدر عطائك لله بليلك على قدر توفيق الله لك في دعوتك في نهارك. فالداعي العاجز يدعو ما لم يتصف بهذه الخلال كيف يستجاب له؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وضحت؟ ها، سجدا وقياما، وبدأ بالسجود لأن ده أقرب ما يكون فيه العبد لربه، وموضع الأنس وبث الأحزان والشكوى والدعاء والاستعانة وطلب التوفيق، ويدعو لمن يدعوهم، ويدعو لنفسه أن يوفق في دعوتهم، ويدعو لأن يشرح الله صدورهم لكلامه، وأن يشرح صدره لحسن العطاء في كلامه. كل دي معاني إخوانا، الداعية ما لم يستعن بالله فيها كيف يؤتى التوفيق؟ والتوفيق من الله لم يؤتى. وضحت؟ ف
فالقضية مش شطارة ولا فكاكة ولا أنا حضرت الموضوع كويس وذكرته كويس وحقوله زي الفل. ذكرت وحضرت وكلامك لا أثر له على القلوب، آخره هتقنع الأسماع، أقنعت الأسماع، استجابت القلوب ما استجابت. فعلى قدر إخلاصك وصدق قيامك بين يدي ربك، على قدر فتح الله لقلوب عبادك استجابة لكلماتك. أخطر قضية في حق الدعاء وكثير من دعا عنها في غفلة قاتلة قاتلة يا إخوانا، عشان سر ربنا يفتح عليه بالنهار يجب أن يكون له ورد ليلي يوميا مع ربه، ورد ليلي. كلكم عايزين تشتغل في الدعاء في دعوة، هو ده المنهج. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الوقت طولنا، انا مش عارف الوقت كام، وصفات عباد الرحمن لسه طويل. نكتفي بهذا ونكمل. نربي دعاء ببلاش، وضحت؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وده أساس الرباني، يعني لا يتوجهون إلى الله إلى غير الله بعمل، ولا يتوجهون لغير الله بأمر، فعندهم الأمر واحد لا يأتي إلا من الواحد، لا بابا ولا ماما ولا القبيلة ولا الدولة ولا العرف ولا العالم ولا النظام العالمي، لا، لا يتلقى أمره إلا من الواحد الأحد. يبقى كل أمر عدا أمر الله عند المؤمن له وزن، رب العباد سماه جاهلية، وعند المؤمن تحت قدميه. قال تعالى أفغير حكم أفغير دين الله أستغفر، أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. فجعل الله كل حكم عدا حكمه جاهلية. ليه؟ لصدور الإنسان. وهل زاد الإنسان عن كونه ظلوم جهول؟ في إنسان منا ليس بظلوم جهول؟ ده وصف لكل بشرية. قال تعالى إن عرضنا الأمانة أمانة هذا الواحد التكليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ إيه معنى ظلوما جهولا؟ ها؟ إيه معنى جهول؟ واحد يقول لك جاهل، لا مش جاهل، لو قلت جاهل تبقى مدحته، جاهل اسم فاعل وجهول صيغة مبالغة، صيغة مبالغة يعني بلغ غاية الجهل. ولما تذكر صيغة واحدة تعني كل صيغة مبالغة، عندنا كم صيغة مبالغة؟ 5. فلما تقول جهول يبقى جهول وجهال ومجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، وإن لقبه الناس أبو الحكم. مش معنى ان قضوه ابو الحكم ولا حكيم عصره ولا طبيب الفلاسفه يبقى بقى عالم وطبيب فلاسفه بالفعل، لا، ده ابو جهل. ابو جهل في عصره لقبوه ابو الحكم، فان كان احكمهم ابو جهل اين الحكمه؟ وصلت؟ والذين لا يدعون مع الله الاخر، اي لا يتلقون امرهم الا من الواحد، ولا يبتغون بعملهم كله إلا الواحد. يبقى هو مصدر التلقي وهو مصدر الوجه والعطاء، الخير منه ينزل والأمر منه ينزل والعطاء له يوجب. لا يدعون مع الله إلها آخر، لا فيما يتلقونه من أوامر ولا فيما يعطونه من أعمال، لا يبتغي إلا الله. العمل الذي لا يبتغى به وجه الله كيف يقبل؟ كيف يوفق صاحبه؟ كيف يفتح عليه؟ كيف تنفتح له قلوب العباد؟ ورب العباد يقول في حديث الكرسي
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله شريك. اللي عمل لي والغيري عمله شريك، لا يلزمني بشيء، فعمله لشريك. يبقى مطلوب توحيد الله في الأمر، توحيد الله في توجيه الأعمال كلها قليلة وكثيرة. نستطيع هذه ها؟ قضية، كل قضية أن أحمل أخرى. ما لسه بنتكلم في سورة عبد الرحمن، لا يدعون مع الله إلا آخر، لا يفكر أصلا في غير الله، لا في أن يأخذ أمر منه ولا أن يجعل عمله له. وضحت؟ ها اللي رايح يدعو عشان خاطر يكسب شعبية ولا ربنا يكرمه بولية تحبه ولا تعشقه الشيخ وبقى الشيخ وحاضر الشيخ، هيوفق في دعوته؟ كل سنة طيبين. مع أول مزلق هتوقعه في الفخ ولية ضاع الشيخ. وكم من داعية جرتهم رأى إلى أسفل السافلين. وضحت؟ لذا المؤمن لا يعمل إلا الله، كل ما عدا أمر الله هو يعلم أنه جاهلية وصدور عن ظن جهول. مكان الجاهلية فين؟ تحت الأقدام لا فوق الرؤوس. ثبت في الحديث الصحيح الجابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة الوداع يوم عرفة في عرفة، فتحدث عن قضايا الإسلام كلها كلها، ومنها قال: ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هاتين. أمر وضعه رسول الله بيحمل الله تحت قدمي، من ينزعه من تحت قدمي ثم يجعله فوق رأسه شامة وهامة يتبع ما فيه من أوامر، يبقى ده متبع لله ورسوله؟ هيوفق في دعوته؟ هيفتح الله عليه؟ يشرع له صدور عباده؟ لن يتبعه إلا زائغ القلب مثله. يبقى ده مش هيأسس لدين، هيأسس لضلال مبين. وكم من أناس سلكوا هذا المسلك، وجد دعاه وضع وقع في هذا الواقع. بدايته كان كده، أنا عايز أوهم الناس إن أنا الشيخ والشيخ المفضل الفاضل، يبدأ بقى يدخل الشيطان يهيم مرة اللي هو بقى الشيخ خلاص بقى ويوحى إليه، ومرات يسقط عن نفسه التكاليف. ياما الناس عملت كده، أسقطت التكاليف ويطلع واحد منهم يقول لك أنا باخد لسه هاخد عن بتاعتكم دي، لا أنا باخد مني عن رب وشرط. كان يطلع المنبر واحد منهم في خطبة الجمعة يقول له: هات يا رب أنا بيوحى إلي بقى رسول يعني. وشيخ له أتباع، له أتباع في عصر أدركنا هذه النوعية. فالداعية إن ذل خلاص انتهت. لذا قال السلف: ذلة عالم يذل بها عالم، ذلة عالم يذل بها إيه؟ يبقى الداعية اللي لا يحافظ على نفسه ويجتهد ألا يذل، يأمن أن يذل ذلة يذل بها عالم، حتى لو كان أعلم أهل الأرض بالوحي. رب العباد ضرب لنا مثل ومثل شد جدا بمن هذا حاله، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا بالوحي فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذه الآية جاءت بالعام بن بعراء، هذا الرجل علمه ربه اسم الوحي اسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب إذا سئل به أعطى، فبدل ما يدعو به لله دعا به على نبي الله موسى، كان نهايته سودة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مش مثله كمثل الكلب في كل صفات الكلب، الكلب في صفات ممدوحة وفي صفات مذمومة، لكن مثله كمثل الكلب في اللهث بس، إن ضغطت عليه هيلهث، إن سبته لأنه يعلم أنه على ضلالة هيلهث لوحده مش محتاج ضغط.
لكن الكلب فيه وفاء وفيه حفظ الأمانة، ده ما عندوش لا وفاء ولا حفظ أمانة. ولا أدرك الكلب رحم الله شوقي حافظ، ها أحمد شوقي طبعا شاعر معروف أمير الشعراء في العصر الحديث، وحافظ إبراهيم الحقيقة كان يعني رفيق عمره، لكن حافظ ظروف صعبة. أحمد شوقي أمه كانت وصفة الملك الملك فاروق، فكان غني مبسوط ماليا وكان مسؤول في نادي الأدباء. حافظ إبراهيم اتولد يتيم في صعيد مصر، حافظ تلميذه، حتى أيس من نفقات عمه والتضييق عليه الشديد في القوت، فساب البيت وشرد للقاهرة، هرب هاجر. طبعا عمل قصيدة لعمه ودعه بها، ف يعني بدأها بقوله ثقلت عليك معيشتي، ختمها قال له إن ذاهب متوجه في داهية. فعلا سافر للقاهرة وبدأ يتحسس ويتلصص على نادي الأدباء، ويقف كل يوم أمام الباب لغاية ما خد له في يوم من يلقى شوقي، فإيه ألقى له قصيدة. حافظ كان موهوب في الإلقاء، شوقي لا يحسن الإلقاء، فأعجب شوقي جدا بحافظ فأصر يعمل اشتراك في النادي ويدخله النادي ويدفع له النفقات. فكان دائما شوقي هو اللي يدفع الفلوس، حتى في كل داخله وخارجه قاعدين في النادي يطلبوا شاي ولا قهوه، مين يدفع الحساب؟ شوقي. ففي يوم حب يمتحنه، بس حافظ عايز يقوم مستعجل وشوقي عايز يقعد، فما رضيش يدفع الحساب، يبص له ما فيش، يتحرك يروح يجي ما فيش، راح لاسع بيت بقى مش جايب النتيجه. فقال له يقولون ان الشوق نار ملوعه، يقولون إن الشوق نار ملوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. طبعا هو دي بيسمى تورية في اللغة العربية، السامع والغريب ما عرفش القصة اللي بينه وبين شوقي، يقول لك واحد بيتكلم عن أشواقه، لكن هو أراد بالمعنى البعيد مش القريب، إن شوقي اللي جنب ده بقى بارد النهاردة ليه؟ ها؟ يقولون إن الشوق نار ملوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. شوقي فورا دفع الفلوس بدل نعمل له حاجة تاني. وده شاعر وممكن بعدين شوقي خلي بالك منذ أن دخل حافظ إبراهيم نادي الأدباء لم يلقي قصيدة قط، بل كل قصائده التي كتبها ألقاها حافظ. فلكن طبعا شعراء شعراء، شوقي هيفوت الحافظ، طب أنت اللي ساعتين بيتها عدالك، طلع يودعه للباب فلسع بيت، وده الشاهد اللي أنا أردت أن أذكره. قال وأودعت الإمانة الأمانة إنسانا وكلبا، فضيعها الإنسان والكلب حافظه. لا لسعوا زي ما لسعوا خلصها منه. فالكلب له حفظ له يعني وفاء قد لا تجده عند هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد إخواني أن الداعية اللي عايز يدعو الله عز وجل لابد أن يجعل الجاهلية كلها قد تحت قدميه، وأن يجعل الوحي وحده نصب عينيه، فلا يرى إلا الله، ولا يعمل إلا بأمر الله، ولا يعمل إلا الله. إن صحت هذه الثلاثة منه استجابت البشرية. وضحت؟ ها؟ فهمنا؟ يبقى الدعوة مسؤولية وأمانة، وتحتاج منا لإخلاص شديد وعطاء، وكلما أحسنت ولله أخلصت كلما فتح الله لك قلوب عباده. وذلك قد يكون العالم يعني عنده معلومات قليلة، لكن يفتح الله عليه ويجعل لكلامه قبول أضعاف 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 من هو أضعاف أضعاف أضعافه في العلم. وصل المعنى؟ بل حتى هذا الكلام في المؤلفات، يعني في ناس كتبت مؤلفات بسيطة وجعل الله لها قبول شديد جدا، وناس كتبوا أضعاف هذه المؤلفات قوة ومتانة وعلما ولم يكتب لها قبول. ها؟ الله يرحمه شيخنا الشيخ الخير، في يوم بطرف معه بحكي له الموضوع ده، قلت له مولانا قال لا، قلت له فيه يعني في ناس الواحد يحس ان بينهم بين ربهم خبيئة،
تجد كلامه بسيط ويجعل له القبول شديد جدا وغيره أعلم منه بمراحل ولا يكتب له القبول. فالشيخ ضحك قال لي مثل زي إيه؟ قلت له الأجرمية كتبت في النحو كل دول العالم تقول لي عايز أبدأ أدرس معاك النحو يقول لك نبدأ بالأجرمية، مع أن الأجرمية أبسط ما كتب في النحو وهناك كتب أضعاف أضعاف الأجرمية وأقوى منها بمراحل وأوسع منها بمراحل لم يكتب لها قبول، لكن تشعر الأجرومي لما كتبها كان فيه بينه وبين رب الله شيء. كتب الحديث فيه أسمى من البخاري ومسلم، ومع ذلك ما وجد كتاب في كتب الحديث انتشر انتشار رياض الصالحين. رياض الصالحين كل بيوت الدنيا ترى فيها رياض الصالحين، كل مساجد الدنيا فيها رياض الصالحين، كم مسجد في البخاري؟ مع أن البخاري أقوى بمراحل من النووي، لكن تشعر الإمام النووي يوم كتب رياض الصالحين ده كان بينه وبين ربه خبيئة، فجعل الله لكتابه قبول عجيب. مئات الكتب ألفت في أفريقيا في عصر الحديث، في كتاب فقه انتشر انتشار فقه السنة، خلي بالكم فقه السنة يا أخواننا ألف الشيخ سيد سبع عمره كام؟ 19 سنة 19 سنة وجعل الله لكتابه قبول عجيب وترجم لمعظم لغات أهل الأرض، هذا توفيق. فأنا بضحك مع الشيخ قلت له السلف ألفوا ملين مؤلفان، ما في واحد مؤلفاته ما زالت حية وكلما انتهت طبعت وكلما انتهت طبعت زي ابن القيم. قلت له شيخ ابن الإسلام تيمية موسوعة وشيخ ابن القيم، لكن ما انتشرت كتب شيخ الإسلام انتشرت كتب ابن القيم. قلت له الرجل ده حبيته جدا، فالشيخ ده هيك قال لي نشأت يا ابن ارتدار، قال لي ماذا جنى عليك حبك له؟ قلت له بفضل الله قرأت معظم كذا، قلت له كتاباته الحقيقة بتأثر فيه تأثير عجيب جدا أكثر بغير كتب. فضحك الشيخ قال لي هيك هيك يعني أنت ولا حاجة؟ قلت له خير مولانا، قال لي سبقتك بحبي. فوجهت له سؤاله سأله لي، قلت له ماذا جنى عليك حبك له؟ قال لي بفضل الله حفظت جميع ما كتب وسلني في كل كتب ابن القيم. قلت له ما صرحش طلبة علم من الحزين مدفع مدفع تودع مني. أنا بحكي الكلام اللي قلنا لأن على قدر إخلاصك على قدر فتح قلوب العباد لك من قبل ربك لا يفتح غيره، فأنت اجعل همك في رضاه سيفتح لك رب العباد، همك في غير رضاه لن تستجيب لك القلوب. قاعدة تحفظوها اللي عايز يعمل في الدعوة لابد أن يضع هذا كله نصب عينيه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وصلت؟ نكتفي بهذا؟ ها؟ سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رزقكم هذا الدرس، أنا جاي فعلا منهج وبنام كمود لكنها ربنا فتح، فلعلها رزق واحد من الحاضرين يعني أخلص بينهم يا رب ربنا فتح عليها عشان يستفيد هو غيره. جزاكم الله خير وتقبل منكم. السلام عليكم.